الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين. أعزيكم كما أعزي جميع المسلمين باستشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهرة عليها أفضل الصلاة والسلام، كما أعزي الشعب البحريني المخلص الثابت الصامت باستشهاد الشهيد السعيد الشهيد حسين شرف. كما السلام على رموزنا المغيبون المغيبون حسدون، السلام على جميع المعتقلين، السلام على الثوار الصامدون في الساحات، السلام على أمهات الشهداء، السلام على أمهات المعتقلين، السلام على أمهات المطاردين، السلام عليكم. نحن نستمد جميع الشعب البحريني يستمد الصمود من النساء أمهاتنا أخواتنا الحرائر أمهات الشهداء من يشجعون الثوار على مواصلة الدرب على درب الغزاء على درب الكرامة، كما قال السيد القائد اقتضى الوعد الإلهي أن ينتصر شعب البحرين، شعبنا المناضل منتصر لا محالة، نحن باقون في الساحات حتى تحقيق جميع المطالب، كما قال السيد نصر الله حفظه الله إني لمعجز بهذا الشعب بصمود هذا الشعب بصموده بحراكه بثباته على المطالبة لليل جميع الحقوق. السيد حفظه الله عندما ألقى هذه الكلمة وأثنى على الشعب البحريني كان يعلم أن هذا الشعب هو ينتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، على المدرسة الحسينية، كان يعلم فقط كان ليخبر العالم بمظلومية هذه الشعب إعلاميا رغم الآهات ورغم الجراح إلا أنه صامد في الساحات لنيل جميع الحقوق. لذلك نحن رهاننا على بنصرنا طبعا باختلاف مسميات النصر، نصرنا كان في 15 من مارس عندما هجم درع الجزيرة على الشعب البحريني وبالذات هجم على جزيرة سترة وأثبت هذا الشعب صموده في وجه المرتزقة. من هذا اليوم أثبت الشعب وقوفه ضد النظام بشكل عام. إذا بغينا نقيم وضعنا من 15 مارس إلى الآن، كنا ولله الحمد أثبت هذا الشعب أن 15 مارس 2001 كان بطش النظام في قوته، إلا أنه واجه صمود هذا الشعب، صمود ثبات في هذه الميادين. الفرق بين 2011 والآن نحن أقوى بكثير من 2011 إلى الآن، أثبت الشعب ثموده، أثبتت الجماهير المواصلة في نيل الحقوق. نحن باقون في الساحات حتى تحقيق جميع المطالب، كما نرفض هذه الفورمولا الخامنة
على دماء الشهداء القائمة على دماء جرحانا القائمة على معتقلين القائمنا شباب جرحى أبناء شباب معتقلين أبناء رموز مغيبون بالسجون أبناء نساء معتقلات لذا الأرضية غير متاحة لإقامة هذه الفورملة ولأي فعالية عادة تقام تغطية بهذا النظام المجرم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.